نحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم مرة ثانية على الهواء. الحوار عن الصحافة في مصر، والشيء بالشيء يذكر، أنا في الفقرة الإخبارية كنت بكلم حضراتكم عن التطورات اللي حصلت في صحيفة الدستور بعد استقالة الدكتور السيد البدوي من رئاسة مجلس إدارة الدستور، وقبلها بساعات إقالة الأستاذ إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الدستور. تردد في الأوساط الصحفية من شوية، ويمكن حتى بعض الصحف نشر بكرة كلام عن أن الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم سعدة هو الذي سيتولى رئاسة مجلس إدارة صحيفة الدستور، وأن رئيس تحرير لم يحسم أو لم يحدد بعد. اتصلنا بالكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم سعدة عشان نتأكد منه، فقال هذا الكلام عاري من الصحة، أنا بنفيه تماما، وأنا لست رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، لم يحادثوني ولن أكون. فالكلام برضو علشان لما تقروه بكرة في الصحافة، أو يمكن تقروه كمان شوية في الصحافة المسائل اللي بتنزل، تبقوا عارفين أن هذا الكلام منافي للحقيقة. أمين عام المجلس الأعلى للصحافة الكاتب الصحفي الكبير القلم الشهير الأستاذ جلال دويدار، مساء الخير. أهلا بيك. أهلا بيك، منورنا في مصر النهاردة. الله يحفظك. أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله ماشي الحال. يا رب دايما. في ملفات كتير عايز اناقشها مع حضرتك استاذ جلال، بس نبدا بالحدث الاهم او الخبر الاهم، وهو قرار المجلس الاعلى للقضاء الخاص بمنع بث وتصوير واذاعه ونقل وقائع الجلسات داخل قاعات المحاكم. هناك بعض الصحفيين اللي ردت فعلهم النهارده قالوا بس ده يمكن تحجيم لشغلنا، ده تقييد لحريتنا في نقل الجلسات، وخصوصا ان هذه المواد دايما بتبقى مواد مثيرة ولها أولوية عند القارئ، يمكن في ناس بتفتح أي جورنال الأول على صفحة الحوادث، فعايزين يشوفوا القاعات والجلسات لحظة بلحظة. هل ده صحيح؟ هل ده تقييد لحرية الصحفيين في متابعة الجلسات؟ أنا ما أعتقدش، ولا الهدف حتى بتاع قرارات المجلس الأعلى للقضاء أنه يهدف لهذا، لأنه حتى من ضمن النقط اللي أثرها العلنية وحق الناس في المعرفة. تمام. فإذا كان هو مقرر هذا، هو النقطة إنه هو مش عاوز مساس بالأحكام لا تناقش، لأن الحكم له يعني حصنته له كرامته ومرتبط بالعدالة في البلد. مظبوط. يعني ما تناقش كده كل واحد تصدر حكم نقعد نناقشه ده صح ولا ده غلط، وده يقول رأيه وده الكلام، ده هي دي المشكلة. لكن الإعلان عن الوقائع أو نشرها أو أي حاجة لا قيود عليها ولا قيود على حرية ده يظل مباح. مباح طبعا. تمام. يعني ده اللي فهمناه، والاتصال اللي تم بين أستاذ صفوة الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة والدكتور رئيس المجلس الأعلى للقضاء مستشار سر الصيام، سر الصيام أوضح هذا الكلام. وده كمان كان منطوق الكلام اللي طلع في البيان اللي اصدره المجلس الاعلى للصحافه. صحيح. هي كمان يمكن بعض الملاحظات اللي اقرها المجلس الاعلى للقضاء على لو نسميناها تجاوزات الصحافه والاعلام في التغطيه، هو الحقيقه ما قالش الصحافه بالذات، هو اتكلم عن الاعلام، وهو كان قصده بالذات بعض الفضائيات. تمام. والمناقشات اللي كانت بتدور حوالين الاحكام وحوالين القضايا. صحيح. وكانت كانها محاكمات الى جانب المحكمه. ما هي دي الفكره. مش يعني هو ده اللي اعترض. هو كمان اعترضوا على وجود هذا الكم الهائل من الكاميرات سواء الصحفيه او التلفزيونيه جوه قاعه المحكمه. كان معايا رئيس محكمه جنايات الجيزه المستشار حسن، وبيقول لي يعني وانا بنظر القضيه الكاميرا بتصور مع المتهم، واخده المحامي على جنبه وبتاخد منه تعليق. قال لي ده مش جو اعرف انظر في قضيه. لا وكمان بتؤثر على الراي العام. يعني بتعمل قضيه يعني 100% القاضي ده انسان طبيعي، يعني لما يبقى تحت وطأة او تحت ضغط من الراي العام، الناس بتقول كلام بناء على تاثير الاعلام والكلام اللي بيدور وما يعرفوش ده صح ولا غلط. فبيتاثر طبعا. صحيح. فده يعني القرار بتاع المجلس الاعلى هو ابعاد القضاء عن المؤثرات الخارجيه. وده لصالح العداله. مظبوط. لان هو في حاجه بعد العداله في ممكن انها تبقى تامين الناس. لا ده الملاذ الاخير بتاعنا. الملاذ الاخير الناس كلها ما فيش، يعني بتلجا للقضاء
لان انقاذها من اي حاجه يعني. طيب ما ينفعش يبقى في قضاء موازي؟ لا لا يعني ما ينفعش بقى تبقى الحاجات كده يعني تناقش كانها قضيه طماطم مثلا ولا حاجه كده زي ما احنا بنناقش الحاجات المشاكل الشخصيه دي. صحيح. ما تجيش ابدا. تمام. وهي انا اعتقد ان القرار او الكلام اللي صدر على المجلس الاعلى للقضاء يعني ما اشارش للصحف يعني رغم برضو بعض التجاوزات. عايزين تحيز يا استاذ جلال. لا لا بعض التجاوزات وبعض الفضائيات. طبعا. زي ما احنا عارفين في قضايا موجوده قضايا اهتمام الراي العام. مظبوط. بقت كلها محاكمات يعني يجيبوا المحامين ويجيبوا الاطراف المختلفه في وكان القضيه وكان نفسهم بيصدروا الحكم هم عليه. الاطراف المختلفه في القضيه كل واحد يقول رايه ويتهم الثاني والثاني يتهم. طب المحكمه تعمل ايه يعني بعد ما هم بيحاكموا الناس في التلفزيون او حتى في الجرايد يعني. طب المحكمه يبقى دورها ايه؟ صحيح. لكن ده النقطة. لكن ده ما يلغيش حق الصحفي او لا 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 طبعا ولا اي حاجه انه يحضر الجلسه ويدون كل الوقائع. لان ده ان اي حظر او اي قيود على الصحفي والراي العام في المعرفه ده ضد الدستور. لا يملك فيه حتى مجلس القضاء يعني ولا مجلس القضاء يملك. هو المجلس القضاء عاوز يعمل صيانه. أيوه. يعني يصون القضاء وهيبة من التأثيرات والهيبة بتاعته والكرامة بتاعته. صحيح. طيب ده هيدفعنا لنقطة ودي اللي هتدخلنا بقى على المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وما يحدث في الوسط الصحفي. إن البعض قال يعني تحمس لقرار المجلس الأعلى للقضاء بس قال كمان ما هي الدولة هي اللي كانت بتفرط في حقها لأن القانون بيمنع التعليق أو التهجم أو حتى التحفظ على قرارات المحكمة. بس ده ما كانش بيحصل، ما كانش في حد بيتعاقب. كانت الناس تطلع تقول انا الحكم ده مش عاجبني، انا الحكم ده شايف ان فيه تزيد، انا الحكم ده حكم مسيس. كل ده بالقانون مخالف. اين دور المجلس الاعلى للصحافه انها تعاقب هؤلاء المتجاوزين؟ ده هو القانون بتاع الصحافه. احنا ما عندناش عقوبه. يعني لا نستطيع ان نعاقب. طب ما هي دي المشكله. لكن هي المفروض القانون يتغير. يعني انت تستطيع ان توجه وترسل القضيه بكل ما فيها لنقابة الصحفيين. أيوة. لأن هي اللي تملك بحكم القانون أنها تعاقب الصحفي على تجاوزاته. المجلس الأعلى للصحافة المجلس الأعلى ليس لا يملك أي سلطات عقابية. لا يملك المجلس الأعلى حتى يعني في الجرائد اللي بتصدر أنت بتدي تصريح التصدير يعني الصدور بتاعها ولا تستطيع أن توقفها. أيوة. إلا بحكم محكمة. صحيح. يعني لازم عشان توقف جورنان لازم تروح المحكمة والمحكمة هي اللي تقرر ورغم انك انت اللي اصدرت. يعني المجلس الاعلى للصحافة يمنح ولا يمنع؟ ولا يمنع ده بحكم القانون. أيه. فهو قانون صحافة لكن الميثاق الشرف الصحفي بيمنع كل الكلام اللي قاله المجلس الاعلى للقضاء. ما هو ده الكلام يا استاذ جلال. الحقيقه يعني ما فيش حد بيلتزم بيه. ما هي دي المشكله. ونص عليه يعني كل الكلام اللي جاي في القرارات اللي قالها المجلس الاعلى للقضاء منصوص عليه في ميثاق الشرف الصحفي. ميثاق الشرف الصحفي او حتى الاعلامي في مستوى الاوسع للاسف الشديد اثبتت التجربه انه حبر على ورق لا يلتزم بيه احد. وهقولها لحضرتك بالبلدي كده بالعاميه المصريه ما بيخوفش حد، مش بعبع. وطالما مش بعبع الناس مش مجبره انها تلتزم بيه. ازاي كلمه بقى اللي احنا يعني ودنا تعبت منها نفعل ميثاق الشرف ما بيتفعلش. ما هو للاسف في حاجات بتعطلك عن انك تفعل اي حاجه حتى النقابه. ما تقدرش تفعل. زي ايه؟ ايه الحاجات اللي بتعطلنا دي؟ انتخابات مثلا. انتخابات يعني مثلا اعضاء المجلس النقابه كل 4 سنين، النقيب كل سنتين. صحيح. طب ازاي؟ طب ليه النقيب ما يبقاش كل 4 سنين زي الاعضاء؟ طب صحيح ايه المنطق من مش عارف، ما اعرفش عملوه ازاي يعني. ولا ده بقى اتعمل على اساس ان كل سنتين اما يجي نقيب صحفيين ياخدوا امتيازات والكلام ده. وانا اعتقد يعني انا كصحفي وراجل قديم بقالي 50 سنة في الصحافة طبعا. اعتقد ان الامتيازات اللي خدوها الصحفيين من الدولة كانت مساهمة في انهيار الصحافة. مساهمة في انهيار الصحافة. طبعا. المميزات اللي خدوها. طبعا. لا بلا شك. دي محتاجة تفسير يا استاذ. لان حتى الولاء والانتماء والاخلاقيات الحقيقة بتندثر في الصحافة في الوقت الحالي. وده حاجة مشكلة رهيبة جدا. بس حضرتك وحضرتك من احد اهم ارباب صاحبة الجلالة عارف
ان برضو الوضع المادي والادبي للصحفيين كان محتاج الى تطوير. انا اعتقد ان اللي عرفناه في اول ما اشتغلنا واحنا في الصحافه ان كان الصحفي يتنقل من جورنان لجورنان، جورنان بيدفع بيديله حقه. دلوقتي مفيش. لا مفيش. وبعدين بيني وبينك الجرايد الخاصه كمان بتعتمد اعتماد كلي على الفلوس اللي بتدفعها الحكومه، يعني ما بتديش حقها للصحفي، يعني ما بتديش الصحفي حقه للاسف الشديد، انهم بيعتمدوا على المبلغ اللي بتدفعه الدوله يبقى ده جزء من دخل الصحفي. فاصبح الصحفي لا يحصل فعلا على حقته من ال. طيب يبقى له الحق ان هو يطالب بمميزات. طيب يعملها له النقيب، يعملها له بقى مع الجرايد، يعني مع الجرايد. ايوه. وخصوصا يعني انا اعتقد ان يمكن الجرايد القوميه الى حد ما رغم انخفاض الدخل بتاع الناس المحررين الصغيرين والكلام ده، أي، لكن الى حد ما احسن من الجرايد الخاصه والجرايد الحزبيه. مع اننا بنسمع ارقام برضو في الجرايد. انا الحزبيه لا طبعا مش عارف. الكبار كبار زي ما انت سمعت النهارده من السيد البدوي عن الارقام اللي 75000 جنيه. 75000 جنيه الاستاذ ابراهيم. يعني احنا اشتغلنا رؤساء تحرير 14 سنه ما شمناش ريحه الفلوس الالفات دي خالص يا استاذ. بجد؟ لا لا طبعا ما شفتوش الارقام يعني لا ابراهيم سياده ولا جلال دودار ولا الكلام ده، حتى وصل لواحد على 10 من الكلام ده خالص. لكن ده بالنسبه